لأسباب كتيرة عملنا سلسلة من المسابقات العائلية في الموسم ده، مش بس لأن هي بتبقى ترفيهية ولطيفة وحلوة أنك تتابعها، لا، لأنها بتأكد حاجة حلوة جدا في محيط الأسرة، نحن نقعد نلعب مع أولادنا، نحن نقعد نلعب مع بعض، ما يبقاش كله إنترنت وموبايل ولابتوب، يعني بيسموه كده التواصل المباشر. وبالتالي النهاردة في تحدي ما بين أب وولاده الثلاثة. الحقيقة أنه هو كان من سنتين تقريبا معانا ومع ابنه، كانش يعرف أنه الصغيرة الثالثة اللي خلفها هتنضم للفريق اللي هيلعب ضده. خلينا نكون مع الأب الفنان واما محمد نور وولاده الثلاثة. أهلاً باي. أهلاً يا محمد. إيه الأمر دي؟ أهلاً باي. لك؟ إزيك؟ إزيك بيكون؟ إزيك بيكون؟ إزيك؟ يلا فضلوا. محمد نور. اولا مبسوطه جدا بوجودك يا محمد. لا دخلتك مش دخلت مطرب، اب شايل يا عيني الاولاد. بقى النهارده حلقه مختلفه جدا. لا وبعدين كان عشان معانا عاليه كمان. ربنا يحميهم لك يا رب يا محمد. عرفنا على القبيله. معانا الكبار علي وعمر، والصغيره بقى الجميله عاليه توأم. علي وعمر توأم. علي وعمر توأم. وفي بقى الصغير خالد بقى عبد الله. بس ايه، ربنا يحميهم. علي ما تعرفينا بنفسك كده يا لولي. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ عشان عايزين نعرف بقى. عليا. اسمك ايه؟ امسك الميكروفون. اسمي عليا. عندك كام سنة يا عليا؟ 3. 3؟ بتروحي سكول ولا لا؟ بروح سكول. واخواتك علي وعمر. مين بتحبي مين اكتر، عمر ولا علي؟ علي. ليه؟ عشان ليه بقى؟ عشان عمر بيعمل ايه؟ قولي بصراحه، مش مشكله. قولي بصراحه. عشان عمر بيضايق. بيضايقك ازاي؟ بجد؟ لا بس خلاص، هو دلوقتي بقى كويس خلاص، مش هعمل كده تاني. انت بتحاول تعدي الامور. بس علي، بصي، علي بالنسبه لي هو الكبير. لا، لان لو هطلب منه حاجه هطلبها من علي. عايز يعمل اي حاجه ده. ما انت سمعتك وحشه قوي يا عمر. ده في الطراوة يعني. ليه يا عمر كده؟ ده انت جميل وذكي وكده منور. بس اي طلب لا انسي، صعب شويه. قولوا لي بقى، بابا في البيت محمد نور يعني لطيف وبيهزر وبيضحك معاك ولا جامد وبيزعق وبيشخط؟ هو ساعات وساعات يعني. على حسب الموقف يعني. لما بيشخط بقى بيشخط بيبقى ازاي؟ بص محمد انت احكي براحتك. هو يعني مثلا هو لما بيزعق يعني لازم يكون في اي شتيمه في يعني في لازم جمله كده صغيره. جمله شتيمه بس صغير كده. لا بس هما دلوقتي بقى خلاص. استنى بس، بص هما هيقولوا كل حاجه غلط. لا عادي. بص وبعدين ويبقى بقى بتخافوا منه جدا لما بيزعق. لا مش هو ما حدش فينا بيخاف خالص. يعني بعد الزعيق وش فيه. لا بصي انا بالنسبه لي الصراحه هم اصحابي يعني مش ولادي. انت عارفه وانت نونو خالص يا عليا باباكي عمل اغنيه عشانك وغناها هنا، وكان اول مره يفكر يعمل لك اغنيه وقال لنا كده حته في الاول وانت بيبي، يمكن كنت 3 شهور ولا 6 شهور. كان عندها مثلا بتاع 10 شهور. كانت بيبي خالص. بس كملتها بعد كده ونزلتها اغنيه. خالص ونزلت في الالبوم كمان. طب احنا عايزين نسمع اغنيه العيله كلها لما تغني لعليا الزغنطوطه وهي كمان تغني معاهم، ايه رايك يا عليا؟ يلا يلا. تيجي تقعدي على رجلي؟ اوكي. انا هحكي لكم حدوته. كان في بنت صغنطوطه جميلة واسمها عالية. أنا هحكي لكم عليها،
كان فرحة قلبي بيها واسمها عليا اسمها عليا يا عليا عليا يا عليا وانا هحكي لكم حدوتة كان في بنت صغنطوطة جميلة واسمها عليا وانا هحكي لكم عليها عن فرحة قلبي بيها واسمها عليا اسمها عليا يا عليا عليا يا عليا وعشان الضحكة دي تفضل أنا موجود أنا ما فرحتش لا في يوم ما فرحتك ساعدتي في لحظة وأنا جنبك في تعب سنين ماليش شغلانة في الدنيا دي غير راحتك كلمة السر بحياتي انتي وانتي روحي لا والله اغلى عليا منها ما انتش مجرد بس يا حبيبتي حبيبتي ده انت اللي عمري في عمري ما استغناش عنها عليا يا عليا عليا يا عليا يا عليا عليا يا عليا عليا يا عليا أول كلمة قالتها لي أول بابا قالتها لي أجمل فرحة في عمري سكر سكر زيادة بدعيلها أنا بالسعادة أغلى ما ليا وأحلى ما فيا عليا شمسانا وقمري كلكم حدوتة عندي أخت صغنطوطة جميلة واسمها عليا أصغر مني بشوية ربي خليها ليا واسمها عليا اسمها عليا يا عليا ربنا يخليكم لبعض وفرحكم عاليه والفرحه عاليه بيكم. قولي لي محمد نور بيروح يصلي الجمعه صح؟ بيلبس بقى ايه وهو رايح يصلي الجمعه؟ بيجامه. بيلبس بيجامه. انا بجد صح انا يعني يا جماعه خلينا نسمع عليا ثلاث سنين براحتها خليها تقول بيروح بالبيجامه بيصلي صلاه الجمعه ده حقيقي بيصلي الجمعه فين بقى؟ في الجامع في الجامع في الجامع بالبيجامه ماشي طيب وبياخد معاه عمر وعلي؟ والله هما بيبقوا لابسين ايه؟ بيجامة برضو؟ لا سيبها تتكلم براحتك يعني يا جماعه انتوا العيله كلها بالبيجامه خلاص عليا قررت طب وانت مش بتروحي معاهم تصلي الجمعه؟ بروح بالبيجامه؟ بالبيجامه ده انا شفت لها فيديو محمد وهي عماله يعني توعظكوا وتقول انتوا هتروحوا الجنه عشان انت بتصلي يعني هي بالنسبه لها صلاه الجمعه دي قلت مين هيروح الجنه ومين هيعمل مين هيعمل ايه؟ مين اللي هيروح النار؟ مين هيروح الجنه فيه ومين هيروح النار؟ انت قولي عمر هيروح النار طب وانا وعلي هتروح الجنه طب وانا طب وانا الجنه ومنى الجنه الحمد لله يا رب يعني كلنا هنروح الجنه الا عمر ليه بقى طيب ليه؟ قول لنا ايه السبب بقى؟ ليه يا علي؟ لا يا علي انت لازم تفسر لنا ليه عمر وعليا في ايه بينهم وبين بعض؟ يعني عمر يعني لازم يكون في حوار على طول ففي الساعات بقى هي بتتضايق مثلا او تزعق كده فيعني اي حاجه مثلا هو هي بتقولها هي صح من غير بقى ما تقولها لا دي كذا لا انت غلط بعدين تصور بعدين لا برضو يعني هي يعني مش باله مش طويل معاها مش بيقعد يشرح لها يعني انا بسيبها على راحتها تقول كذا يعني هي كذا فعشان ما تقعدش زعق وبتاع كده يعني بتاخدها على قد عقلها صغنطوط مش زي كده يعني بس هي قالت حاجه او مثلا لا بلوي دي كذا زي دلوقتي ايه بتروحوا تصلوا كلكم بالبيجامه ماشي بالزبط. يعني ما مش هندق قوي طيب سمعتوا الاغنيه الجديده بتاعت
بابي محمد نور من الالبوم الجديد بتاعه مسا مسا. سمعوا كله انا واحد كله مسا مسا. سمعتها؟ اه طبعا. حافظ الالبوم كله. حافظ الالبوم كله ليه؟ وانتوا بتقعدوا تدربوا عليه في البيت ولا ايه؟ لا صح، احنا طول ما احنا قبل الالبوم اصلا بينزل بسنه كده بيعملوا بيسمعوا بياخد رايه. في واحد كده ايه رايك في الغنوه دي؟ حلو. يقول لي بص دي حلوه بس مش هتليق عليك، دي شعبي شويه. هو لا مش هتليق، طب بيت لي وكده. فهو بيقعد يسمع. انت مستمتع بالقبيله يا محمد؟ اه جدا الحقيقه. يعني هم اولادك واصحابك و انا مش حاسس خالص ان هم اولادي، يعني اولادي انا هم بيخرجوا معايا ويتفسحوا معايا وباخد رايهم في اي حاجه حتى لو هم مش سنهم، فانا بحب كده الحاجه. طيب ممكن تغنوا لنا كلكم اغنيه مسا مسا من الالبوم الجديد؟ يلا قضي عليه. جاهزين؟ حافظاها يا علي؟ هتدندن بس معانا. هتسقف معانا. علي هتسقف معانا. هتسقف صح؟ برافو يا رب. سيب الهم وعيش يومين، مليون تحية الناس رموها ومبسوطين، يجي اللي ناوي ينسى الحكاوي. أهلا وسهلا بيل الصبح سهرانين، مسا مسا عالناس اللي بتضحك واللي بتسهر وتعيش، دي احسن منها مفيش. مسا مسا على صاحبي وصاحبك يعني الدغري مشوشين، اهلا وسهلا بيل الصبح سهرانين، اهلا وسهلا بيل الصبح سهرانين. مسا مسا عالبنت الجدع اللي بتراجل ما نسيتكيش، طب سمي في سرك بس يا سيدي وصلي لناخد العين. مسا مسا على صاحبي وصاحبك يعني الدغري مش هموشين، اهلا وسهلا بيل الصبح سهرانين، اهلا وسهلا بيل الصبح سهرانين. خلي اللي سابك يعرف مقامك، خليك في الناس الحلوة وهم الهم هم ايه، ومسا مسا عالناس اللي بتضحك والصحبة الحلوة يا عم اللمة دي أحسن منها مفيش. مسا مسا عالبنت الجدع اللي بتراجل ما تسيبكيش، أهلا وسهلا بيها للصبح سهرانين، اهلا وسهلا بيل الصبح سهرانين. طب انتوا حافظين اغاني محمد نور القديمه بتاعت واما الحلوه المشهوره ولا لا؟ عارفين اغاني؟ لا حافظينها. يعني بتحبوا ايه اكتر، يا غالي عليا ولا ثلاثه اللي انتوا بتحبوا نفتكر حاجه منهم؟ ها تحلف لصدق ولا يا غالي عليا؟ انتوا تحبوا تسمعوا ايه، يا غالي عليا ولا تحلف لصدق؟ غالي غالي عليا. غالي عليا هما ايه؟ ولا راحه جايه. بس يا غالي عليا ممكن مش كلها، ممكن مذهب وكوبليه يعني حته صغنطوطه كده من الاول. يا غالي عليا طب ولا عايز تحلف لصدق؟ طيب اعمل اللي انت حافظه. انا حافظه تحلف صدق اكتر. اوكي يعني انا اسفه يا جماعه. خلاص نغني الاثنين. طيب يلا يلا من غير حتى فرقه ولا حاجه. يلا طيب. تحلف لا صدق واستنى وادف حبك واتمنى، وفي ثانيه تنسى اللي ما بينا وتكون عليك احلى ليل، تفضل بحبك توعدني والشوق يجني وياخدني وتكون معايا وفي حضني، لكن بعيد عني يا غالي. طب قولي لو كنت مكاني تستنى ولا هتنساني،
ده العمر بيعدي ثواني واديني صابر على حالي. يا محمد معلش، الاغاني دي تحلف لا صدق ويا غالي عليا، انت كان عندك كام سنه تقريبا وانت بتغنيها؟ 20 ممكن 20 سنه. ساعتها كنت متخيل نفسك وانت رب اسره ومعاك الملائكه الثلاثه دول يعني قول لي كنت شايف نفسك يعني ايه؟ احنا اصلا الوقت ده يعني احنا لما غنينا في الاول خالص ما كناش عارفين احنا اصلا ممكن ننجح. احنا كنا انا سافرت سفريه كده كنت بعزف مع الشاب خالد وتعزف كمان جوارا انت كنت انت كنت بتوار فشفت هم الثلاثه بيغنوا سوا عجبتني الفكره قوي فقلت لفهمي ما تيجي نغني نعمل غنوه كده نعمل اي حاجه لينا براحتها براحتها فقلت الفهم ما تيجي نغني حاجه نعمل حاجه كده لحد ما سمعنا عن برنامج بتاع اكتشاف المواهب كده الجديده بنغني قلنا نروح كده قعدنا مثلا من الساعه 6 الظهر دخلنا نصور الساعه 3 الصبح قاعدين مستنيين لما يجي دورنا نطلع غنينا غنوه كده فقالونا والله انتوا كويسين ممكن ناخدكم في حفله ما اعرفش فين فروحنا فشفنا هادي الباجوري قال لنا طب انا مبسوط منكم عايز انتج لكم ماشي يعني اتصور لنا فيديو بجد مش مصدقين ان احنا واشتغلنا ونجحنا والموضوع كله هادي ولا طارق العريان اول هادي البجوري وبعد كده طارق وبعد كده طارق العريان وبعد كده كملنا بقى خلاص كل واحد اشتغل بس سمعت ان انت واحمد فهمي مشيتوا لما قلتوا يا كفا ماشي من الجيزه للمعهد المعهد يعني احنا اوقات يعني عايز اقول لك زمان احنا كلنا من اسر بسيطه يعني فما كانش فيه الحاجات اللي هم عند علي وعمر عندهم عربيه وسواق وما اعرفش يعني فانت لو الباص بتاع المدرسه فاتك خلاص تركب اتوبيس فاحنا ساعتها ما كانش معانا بقى الفلوس فركبنا مشينا من الهرم للجيزه عشان نلاقي الاتوبيس اللي هو ب 10 صاغ لان انت كان معاك 10 صاغ وهو كان اتوبيس بربع جنيه اللي من بعيد فمشينا الوقت ده عشان نركب بقى اتوبيس من الجيزه عشان الربع جنيه مش موجود مش موجود موجود 10 صاغ استلفناها كده من واحد كده من عمه ممكن بس اي حاجه فادانا 10 صاغ وصداقتكم انت واحمد فهمي استمرت من ساعتها لحد احمد انا وهو اصحاب من واحنا يعني 5 سنين بقى اكبر من عليا بسنتين مثلا من المدرسة والحضانة وكده وبعد كده كان شامي ونادر بعد كده طيب اتعلمتوا بقى كمانجا ومزيكا كلاسيك ويعني وانا عارفة ان انتوا كلكم عازفين كويسين جدا انا بعزف كمانجا وفهمي بيعزف كمانجا ونادر بيلعب بيانو واحمد بيلعب درامز بس بقى لما جيتوا تدخلوا الحياة العملية لقيت انه اللي هيجيب الفلوس الغنى بس هي جت صدفة على فكرة لا قبل الغنى النحت النحت طبعا اول نحتايه بالنسبه لك يا نور احكي لنا عليها اول حد كلمني كده من الناس اللي هم دلوقتي مشهورين خلاص مدحت خميس الموزع من الناس اللي ليهم اسم يعني دلوقتي فقال لي بص نروح لازم نعمل فرقه وبتاع وننزل بقى شغل في الهرم وبتاع شارع الهرم فانا برضو مش ما ركبتش معايا الفكره فقلنا بس نجرب فروحنا يعني نعمل بروف عنده في البيت الساعه 8 الصبح ومامته نايمه وكده فجايبين بقى الالات والبرصات والساوند ومش عارف ايه وبعدين اول ما ابتدينا ترا سهام تا اسم المطربه يعني اللي كانت شغاله معانا وفجاه ترت وبعدين صوت البرصات عالي جدا في الشقه في البيت عندهم لا معلش يعني هو سهام كانت في الشقه؟ لا ما لا يعني مش فاهمه سهام دي اسم المطربه فانت أيوة. لازم تقول تحيه ليها في الاول بيدربوكوا ازاي تقولوا ترا سهام تا فانا مستغرب جدا فقال لي يا اخي قول سهام انت بقى قلت له مش ترت ترت لقيت مامته انت لا بره كلنا عندها حق اتطردنا كلنا بس انت اشتغلت بقى ورا سهام بعد كده انت اشتغلت ورا سهام وغير سهام نعمل مثلا 10 بروفات مع سهام دي وبعد كده هي اصلا نظرتنا من الشغل احزم انتوا مش من مستواها ابتديت بعد كده بقى اشتغل بقى مع الفرق بقى يعني اعزف مع كاظم الساهر وهاني شيخ بس انا او احمد فهمي طبعا انتوا عزفتوا ورا ناس مطربين جامدين جدا جدا بس احمد فهمي برضو حكى لي ان انتوا عزفتوا ورا يعني برضو حاجات كده نص لبه يعني رقصات وبتاع طيب دلوقتي احنا انتوا مستعدين انتوا هتتحدوا باباكم محمد نور احنا اتفرجنا على الحلقه بتاعت احمد حسام ميدو وعاملين من يعني من امبارح عاملين نكرر الحكم ودلوقتي قبل الحلقه عمالين نفكر ومش عارف يعني كل ما حد يطلع فكره لا دي واحده دي فرصه يعني فرصه ان انتوا تحكموا على حاجه وهينفذوا طب هنساله الاول نسال محمد نور لو ولادك كسبوا احنا هنعمل فريق لا لو انت كسبت هتحكم علينا ايه لو كسبت علينا بس حكم لازم يعملوه هنا هنا مش عارف هخلي كل واحد يرقص ولا يعمل حاجه صعبه يعني. يرقص دي يعني لا بلاش طب انت يا عليا تحكمي على كل واحد ايه
ما تعرفش لو عمل حاجه غلط ممكن يعمل ايه. انت دلوقتي بس انا عايز اعرف من علي. انا مش عارفه يعني ايه تحكمي. انت عارفه يعني ايه تحكم على حد ايه؟ لا لسه صغنطوط. طب هو بيقول انت بس دلوقتي حاجه نعملها وانت تحكم علينا. لا حاجه نفسك ولادك يعملوها يعني عارف ما بيعملوهاش في البيت. بس ما يقعدوش يسمعوا الكلام. بس يسمعوا الكلام هقول لك على حاجه ان هما يقول لك حاضر بس بقول له اي حاجه ولا يقعد يجادل. ايوه لا حاجه انا يقول لي طب لما كنت يا عم طب اقول له حاضر وخلاص. خلاص يبقى انت هيقولوا لك 10 حاضر قدام الناس حاضر حاضر لا ده لو ده كلام سهل. طيب ولو انتوا كسبتوا محمد النور هتحكموا عليه بايه؟ على بابا حاجه يعملها دلوقتي. يرقص على اغنيه. ايه يا جماعه موضوع الرقص ده وانا كل ده ماشي ممكن الله مش فارقه. ايوه يرقص ايه بقى؟ يرقص ايه؟ ضغط ضغط اسهل حاجه ضغط اسهل حاجه دي اسهل حاجه 20 ضغط 20 ضغط بس 20 ضغط رقص اسهل 20 ضغط رقص ضغط. طب الكلام ده قول لي قول رقص اسهل قول رقص اسهل قول افكار. طب خليهم 10 ضغط 10 ضغط يعني ما طب مش عايز ضغط بلاش ضغط ارقص ده سام يا ابن اللذينه يا ابن اللذينه انت جبت الولد ده منين؟ معرفش سمعته ولا لا؟ قال له ارقص زي سهام لا ترقص ترقص انت الولد ده جبته منين يا محمد؟ يا جماعه اللي هيلعب مع اولاده لازم يجي يبقى مستعد لحاجات كتيره جدا. طيب هو بص هو كمان ده انتوا هتخيروا يا اما يعمل 10 ضغط يا اما يرقص انا ماليش دعوه بقى انتوا هتختاروا 15 ضغط يا اما ترقص زي سهام. طيب ده انت عاوزين قبل ما نبتدي المسابقه بس عرفت كده ان انت مره في حفله غنيت هندي يا محمد. حفله في دبي كانت. بس انا كان عندي مشكله ان انا الحفله فيها 60,000 منهم 40,000 هندي فانا مش عارف اقدم لهم ايه. طب استنى بس والهنود بيحضروا لك حفله ليه يا محمد؟ ما هي حفله بتاعت شركه كبيره فيها بقى الموظفين وبتاع فجات لي فكره كده كنت راكب العربيه رايح من ابو ظبي لدبي فالسواق هاي مستر كليل قلت له قول لي ايه اكتر غنوه ضربه عندكم؟ قال لي كذا. فجبت ورقه وقلم قعدت اكتب الكلام بالعربي يعني فاخدته معايا ورحت على الاستوديو وغنيتها ودخلت رحبت بيه قوي قلت لازم تشرب حاجه ده راجل مستغرب جدا يقول لازم تتغدى معايا فالراجل ده طيب قوي فاهم قلت له وانا بغني صلح لي اي كلمه بقى يقول لي بقيت اقول زي بالظبط ما انا كاتب بالعربي وغنيتها والناس مبسوطه قوي فاكريني كده. بعد كده بقى قالوا لي احنا عايزينك حفله عندنا في الهند فقلت لهم في نيودلهي كلمني بقى بتاع المدير بتاعهم يعني احنا لازم نعمل حاجات مع بعض وبحب غنوه كذا وكذا وكذا قلت له مش فاهم اي حاجه من اللي انت بتقوله يعني فدي كانت حاجه بس فاكر اي حاجه من الاغنيه الهندي ولا لا؟ فاكرها انا. طب ما تغني لي هندي شويه كده. بكتم هي هو بكتم هي هو زندگی اب تم هی هو جانے بھی میرے درد بھی میری عاشقی اب تم هی هو اب تم هی هو اب تم هی هو بكتم هی هو زندگی اب تم ہی ہو جان بھی میری درد بھی میری عاشقی اب تم ہی ہو اب تم ہی ہو اب تم ہی ہو والله والله يا حاجه اتأثرت ولا لا؟ اتأثرت عشان دي عجبتك اتأثرنا جدا. الأسئلة والألعاب يعني فيها مستوى يمشي مع عمر وعلي وعليا فيها مستوى يمشي مع محمد نور وانتوا بقى وشطارتكوا ونشوف مين اللي هينفذ الحكم على التاني في الآخر. بعد الفاصل نرجع لعيلة محمد. يلا وما عندكش جنيه ولع الجزمه الباته اللي انت لابسها الناس الليل في اختيارات ولا كده؟ بسرعه بسرعه المسافه ما بين القاهره والاسكندريه كام كيلو متر؟ الكل عاش من غيري الكل سابني ومشي
مشي. دلوقتي هنبتدي تحل هالتحدي. عندنا فريقين، فريق محمد نور وفريق ولاد محمد نور عمر وعلي. اتبقت عليا. الحقيقة احنا اخترنا نحط عليا، عليا تبقى في فريق اخواتها ولا في فريق باباها، فاحنا نسألها والفريق اللي تحبه تروح له فورا. انت عايزة تبقي مع فريق بوبي ولا فريق عمر وعلي؟ بوبي. بوبي فعلا؟ لحظة لحظة، انتوا مبسوطين انه عليا مع بوبي وانتوا لوحدكم؟ عادي. لا مبسوطين على راحتها. على راحتها. اوكي، اول لعبة على فكرة هي لعبة صعبة جدا، لانه احنا عندنا في تفاوت كبير في الاعمار، فقررنا ان احنا نعمل اسئلة يعني ايه في سن وسط. وعشان خاطرك انت يا محمد عملنا اول مسابقة الكراسي الموسيقية. حلو حلو. ده كده ثلاثة بس، احنا كده ثلاثة، احنا كده المفروض ثلاثة، المفروض يكون في كرسيين عشان حد يطلع. هي عالية معاكم؟ صح صح صح. وانا على الكرسي ده؟ لا ده انت لازم تسمعهم وتقعد عليهم قبلهم. ده انا حكى هيتكسر ده. هو مش هنظبطها. علي عارفه اللعبه دي؟ عاليه عارفاها، كنا بنلعب ميوزك وبعد كده هي بنلعبها اول امبارح في البيت. يلا كلكم تقفوا بقى، ومش عارفه موضوع المزيكا هيبقى ماشي ازاي. يلا طب شوف. لا كلكم اقفوا الاول حواليها لحد ما ندي الجو، لسه لما المزيكا تشتغل. يلا 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 جو. بسرعه يلا بسرعه بسرعه بسرعه. ماشي عكسي، انت ماشي عكسي. ايه بتقفوا ليه؟ قول له يا عم امن على الكرسي. الله. هي بصوا، هي المنافسة شديدة قوي ما بين محمد نور وعليا، فاحنا انتوا الاثنين هتاخدوا النقطة. ماشي؟ خلاص خلاص بقى. برافو يا عليا. لا لا خلاص احنا كده كده تمام. احنا هنعتبر تعرف تقفي على الكرسي ده جنب بوبي؟ يلا تعالى. بدل ما يفضل شايلك، ولا انت عايز تشيلها؟ لا يلا اهو. الاول انتوا عايزاكم تقدموا محمد نور، الفنان محمد نور كده، عشان نديله شويه حماس وتشجيع. لا عايز اقول لك ان هما كانوا واحنا في مستنيين عقبال ما ندخل، قالوا لك اكيد دلوقتي بيعملوا المقدمه تن 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 تتر، وده بيقدم ويقول لك ما انا مش عارف ايه. فانا عايز ممكن تعملوا كده. عملتوا ايه؟ يلا بص بلاش المزيكا. مش مشكله تمام عشان وحش. ماشي. احنا لا احنا بنقولها وحش. يلا طب يلا. يلا النهارده معانا فنان مميز جدا جدا. هو مش فن، هو ما بيعتبرش ولاده اللي هو يعني ايه يزعل، لا ده كده هو بيعتبرهم صحابه. بس النهارده هتبقى حلقه مختلفه. حلقه مختلفه. كل الشله كل الشله. قولي بقى مع الفنان كده. ومع الفنان محمد نور. برافو يا علي. شاطر والله. وانا سمعت انه امبارح كانت عاليه بتعمل بروف على الفستان وكده. عاليه امبارح كانت عايزه، كانت فاكره البرنامج امبارح. هتقول انت ولا انا؟ انت قول. ماشي. امبارح كنا كلنا بنقيس بقى وايه بنشوف علي لبست ولبس كل حاجه، فهي بقى ايه بتقول لي انا عايزه، انا عايزه اروح البرنامج دلوقتي. وبقول لها طب ما فيش حد هناك اصلا ومش هينفع. قعدت تعيط بقى وبتاع، وفي الاخر عيطتي امبارح يا عليا؟ عيطتي ليه يا عليا؟ امبارح قلت لهم عايزه اروح برنامج بتاع مين؟ من الاستاذ لي؟ يا لوحي لا ما تعيطيش، ادي انت جيتي لبست الفستان وجيتي، خلاص احنا كده تمام. يلا باي باي. هنسال سؤال الاول. الاول لبابي. سؤال في الجغرافيا. سؤال ايه؟ الاسئله في الجغرافيا. اوكي. جغرافيا لا انا ماليش فيها خالص. بس ماشي ماشي ماشي. ماليش فيها حاجه. كم مره سافرت اسكندريه كده يا محمد؟ لا كتير قوي. كام؟ عمري ما افتكر. طب تعرف تقول لي المسافه ما بين القاهره والاسكندريه كام كيلو متر؟ 220 200 كيلو، يعني انت وانت وسرعتك بقى او انت ماشي منين، بس هي ما بين 200 و220 كيلو. لو اخذت الطريق الصحراوي هتبقى 211، ولو الزراعي 225 كيلو. مزبوط. نقطة لمحمد نور. برافو عليك. يلا يلا. انا سمعت ان انتوا سافرتوا كندا قبل كده صح؟ سافرتوها مرة ولا اتنين ولا؟ مرة. وكان باباكوا ضحك عليكوا؟ قال لنا ان احنا رايحين الجونة. ليه؟ مش عارف بقى،
فاحنا رحنا المطار. يعني انتوا لبستوا وكده على اساس انتوا مسافرين الجونه؟ جونه واخد معايا مايوه. وبعدين عمال يقول لي يا بابا احنا بنحط جواكت ليه؟ قلت له بس عشان ممكن الدنيا تبقى كانوا في الصيف. حاطط لي جاكيت. قلت له بابي احنا اخري البس سواتشيرت كده. فقال لي استنى بس ممكن يبرد. فبس رحنا المطار قعدنا وعملنا باسبور كل حاجه. مفضلش ان احنا بس ندخل على الطياره. فانا ماشي وكلهم بقى بيقولوا خلاص قربنا نروح الجونه بتاع. فانا شفت ال يعني كنت ماشي مكتوب يعني اول ما ندخل من الطياره ما في بتاع كده مكتوب عليها كندا تورونتو. فانا قلت رحت قلت له هو انت يعني بتضحك علينا؟ احنا اصلا رايحين ايه تورونتو. فبص على البتاع كده وضحك. يعني كشفتوه من قبل تدخلوا الطياره. يعني بص هو الطياره كانت يعني بس هندخل بس انا كنت مستغرب. وانبسطتوا في كندا؟ هو انا اللي اكتشفتها صراحه. طيب تعرفوا تقولوا لي وهو ده السؤال في اي قاره تقع دوله كندا؟ امريكا الشماليه. امريكا الشماليه مظبوط. ولادك كسبوا يا محمد نقطه. برافو عليك. طيب سؤال للاب محمد نور. ايه اول دوله عرفت لعبه كره القدم؟ في اختيارات ولا كده؟ في اختيارات؟ لا لا مفيش اختيارات. احنا عندنا كاونتر صح؟ يعني مفيش. طب الدنيا ثلاث اختيارات. طيب لو فكرت شويه هسه لو سمعت المعلقين وهم بيتكلموا في كاس العالم هتفتكر. برازيل. الوقت التايم عامل ازاي؟ فرنسا. ايوه انت بتغششه. لا لا ده لا ده لا مش مصر. لا طبعا مصر. لا طبعا اكيد مش مصر طبعا. لا بس فضل اهو الكاونت. طيب هو ابتدى متاخر شويه الكاونت. جزائر. ده انت قلت نص الكره الارضيه يا محمد. اصل انا في الكره مفيش معلومات. طب جرب جرب بس جرب لغايه ما الوقت يخلص. السعوديه. كره البرازيل يا جماعه. كره البرازيل صح؟ لا لا قول بس من خمس ثواني. امريكا. معرفش معرفش. تايم اوت. مين اللي كانت تقول انجلترا؟ انجلترا صح؟ برافو انجلترا. بس انت عارف شويه اللي جاي تعلي صوتك بعد مشكله. طيب السؤال ده صعب بس لو عرفتوه بجد هتبقوا شاطرين جدا. ايه الطائر؟ ما هو الطائر؟ ايوه هو الطائر اللي الهمة. ايه الطائر اللي يعرف يلف راسه 360 درجه؟ هم يعني اصلا مش عارفين ولا طائر اصلا اساسا. يلا بس يلا ها هو ايه الطائر اللي ممكن طب اختيار. طب ده حيوان ولا ده حاجه؟ بقول طائر. طائر. طائر يعني ايه؟ انا عارف اسمه بال قوله بالانجلش مش مشكله. نو طب ممكن تدون او البومه. برافو عليك والله محترم يا ابني. ابن ناس والله. ما اعرفش الحاجات اللي انت بتقولها. لا وبالانجليزي يا محمد. اسمه ايه يا عمر؟ اول. كويس قوي. احنا كده ايه؟ احنا كده 2-1 صح؟ انتوا عارفين. 2-1 لمين؟ لكم انتوا. طيب هنسال في سلسله افلام مشهوره جدا الصغيرين والكبار اتفرجوا عليها وتابعوها. اوكي. سؤال الاب اللي هو محمد نور. اوكي. يلا. لا خلينا نبتدي بسؤال الاولاد. اوكي. سؤال الاولاد سلسلة أفلام هاري بوتر من أشهر الأفلام اللي اتشافت في العالم كله. أو دي صح ولا غلط يعني؟ لا لا لسه بسأل أهو. هي متاخدة عن رواية كانت من أجزاء كتيرة جدا. كاتبة إنجليزية بالمرة يعني. المهم إنه الروايات دي اتعملت سلسلة أفلام واحد واثنين وقعدوا يرقموهم بقى. السؤال هو كم عدد أفلام هاري بوتر؟ ستة. ستة؟ تايم. طب ممكن اختيارات تايم؟ لا ما هم يعني واحد. لا ومش واحد. اثنين. خمسة. 123 فيلم. خمسة خمسة؟ أربعة. طب أنا هقول لكم هسهلها لكم شوية. هم الرواية تلاتة؟ طب هي أربعة؟ ما الوقت بيضيع. 15 ثانية. هو الرواية كانوا سبع أجزاء. تفتكروا الأفلام كانت قد أجزاء الرواية ولا أقل ولا أكتر؟ سبعة. سبعة؟ ستة؟ ثمانية؟ خمسة. في حد هنا عارف بس 8 9 8 9 8 ما هم قالوا كل الارقام يا جماعه. انا اقول لحضرتك اللي تاخد النقطه 8 اجزاء. برافو عليك. هم انا قلت 8 والله قلت 8. ما انت قلت 8 بعد ما قلت 1 و2 و10 يعني 8 دي كانت بعد قد ايه؟ زي كده باباك لما قال ايه البرازيل والسعوديه وفرنسا. ايوه احسبها له ازاي يعني؟ عشان هو ما لهاش. طيب سؤال
للأب. لو معرفش الإجابة وانتوا عارفينها بعد ما يخلص وقته ممكن تقولوها. ماشي. سلسلة أفلام سبايدر مان الرجل العنكبوت، كمان من الأفلام اللي اتشافت بكثافة في العالم وكانت أجزاء كتيرة جدا. السؤال هو صاحب شخصية سبايدر مان اسمه في الفيلم أنا ولا أعرف الصراحة ولا أعرف الفيلم ولا هاري لا هاري كين الدينو ادوله فرصة هاري كين انت جيتي في الحته اللي انا مش عارف فيها اي حاجه اسمه ايه طب تعرفي سبايدر مان بيتر بيتر سبايدر مان بيتر 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 انا ما عرفتش بيتر خلاص مش عارف محمد نور مش عارف بيتر بيتر باركر اصل انا مش هغش قول بصوت عالي قول بصوت عالي ذاك يا حرامي بصوت عالي بيتر باركر بيتر باركر صح مظبوط ده كان اسم الشخصيه في الفيلم معلم معلم أمر أنا عايزة سؤال لعالية بس يعني يلا لا على فكرة عالية جامدة جدا ما هو السؤال في أصوات الحيوانات أنتوا ناس بتوع مزيكا وأصوات فلازم تبقوا عارفين أنا عارفة أي صوت أي لو قلنا في اللغة صوت البقرة بيسمى إيه باللغة العربية؟ يسمى البقرة ال- 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 الكاو بتعمل إيه؟ روح مو طب أحسبها صح ولا ما أحسبهاش صح؟ عامل إيه؟ أحسب إجابة صحيحة ولا لأ؟ طب والله حتى لو باباكي ما عرفش انا هحسب لك النقطه دي عشان انت اموره الوقت صوت البقره بالفصحى ايه خلاص الوقت خلص مش عارف انا مش عارف فعلا هديك اختيارات قولي ماشي خوار ولا هديل ولا نعيق 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 هديل ده اللي يمكن اليمامه او عايز اقول لك على حاجه هي عاليه جابت النقطه هي كفايه قوي انها تعرف ان البقره بتعمل مو بس عاليه على فكره شاطره بس احنا من حقنا نعرف انه صوت البقره هو الخوار خوار البقره أيوة. بس انت هتاخدي النقطه يا عاليه انا قلت غلط برضو غلط برضو كمان خمسه اخدت النقطه عاليه جابت لك النقطه خلاص لا 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 ماشي ليه تشجعها شويه ده هي على قد جابت له جابت له ده سؤالكم بعد كده نسال انا ده سؤال صعب قوي بس بقى حاولوا تفكروا صوت الذئب ذئب الديب 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 وولف يا هو وولف عارف ديب اسمه ايه بقى ايه بالعربي ولا ايه بالعربي طبعا ايه ولا ايه طب دي اختيارات بقى انت دي البوبي طيب طب هو عواء ولا صهيل ولا نقنقه نقنقه هو هواء نمشي مع الجمهور هو عواء الديب بس الجمهور غشاشكو بس ماشي اوكي زي ما عواء الديب سؤال في الاغاني ماشي او اسئله في الاغاني انا هقول اول كلمه او كلمتين في المقطع وانتوا تكملوا بقيه الكلام ماشي عاليه ولا اللي يعرف يعني الاثنين اللي يعرف لا لكل واحد على ماشي. على انفراد لو قلت لك أول سؤال الولاد أغنية تامر حسني بتقول بشوقك عيش بشوقك ودماغك كلها على ذوقك نقطة 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 دماغك كلها على ذوقك إيه؟ تعرفوا أنوها؟ عايز تغنيها يلا يلا تاني وإن كنت مفلس خالص خالص وما عندكش جنيه ولا عالجزمة البات اللي أنت لابسها الناس اللي مثل على الدنيا في عز الفقر اللي أنت ساعدت البيت ما تخليش حد يقولك شايل طاجن سبتك ليه وان كنت مفلس خالص خالص وما حلتكش جنيه ورع الجزمه الباتة اللي انت لابسها الناس اللي مثل على الدنيا في عز الفقر اللي انت ساعدت البيت ما تخليش حد يقولك شايل طاجن سبتك ليه وبشوقك عيش بشوقك ودماغك املاها على ذوقك وبشوقك عيش بشوقك ودماغك املاها على ذوقك برافو 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 بس لازم تخلوا بابا برافو بس لازم تخلوا محمد نور بابي يشرح لكم عن ايه طاجن ستك لا هي مش ستك مش طاجن ستك هموم يعني تشال هموم طاجن ستك طاجن ستك اللي هو طاجن مامتك او طاجن لا لا هو بقى يقعد يشرح لكم براحته لا 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 اللي هو تشال هموم وتعبان الدنيا ده معناها ده معناها بس هي طاجن ستك اخدتوا النقطه تمام يا سيدي مدحت العدل الشاعر اتكلم كده وهو متضايق من الناس اللي حواليه وقال الكل عاش من غيري الكل سابني ومشي حتى اللي كل من حتى اللي كل من خيري ليه قال ولا يختش عنك
لا انتوا شاطرين. انتوا جاوبتوا الاجابه الصح. احسبها لهم يا محمد معقوله؟ لا اسيبها لنا واساليهم هم سؤالين ورا بعض. ايوه احنا شغالين عادي. طب غنيها وانت تاخد النقطه. غنيها بس الكل عاش من غيري، الكل سابني ومشي، حتى اللي كل من خيري لا يخجل ولا يختشي. الغريب لقيته حن، والقريب شيطان وجن. حاجة هتهبل أو تجن، والمشاعر من إزاز ملعونة أبو الناس العزاز. اللي لما احتاج ناريهم تلوى قدال بامتياز، ملعونة أبو الناس العزاز. اللي لما احتاج ناريهم تلوى قدال بامتياز. السؤال الأخير سؤال صعب جدا. تعرف عمر وعلي السنة اللي فاتت جابوا كام في العربي؟ ولا السنة دي ولا أنا عربي مش الدين. لا معرفش طبعا. طب قول كده يعني. يعني 10 من 10 مثلا. لا لا 100 95 من 100 مثلا. لا أكتر. أنا جبت 99. جاب أكتر من 100. خلاص بقى هقول الإجابة. أنا جبت 99 وعمر جاب 98. الله شاطرين يا ابني. عيان محترمة جدا. محمد نور جاي يتعرف على اولاده النهارده. ليك عندي جايزة. طيب السؤال اللي انا معرفش اجابته ومعرفش اذا كان اصلا هيوافق انه يقول الاجابة الصحيحة بتاعته ولا لا ويقبل الهزيمة. تعرفوا بابي جاب كام في الثانوية عامة؟ انا اصلا مش عارف بابي دخل مدرسة اسمها ايه؟ كونسرفاتوار يا حبيبي. كونسرفاتوار. اي يعني معرفش اي حاجة اصلا. جاب كام تقريبا يعني؟ هو تقريبا جاب 95. طب هسهلها لكم. في الخمسينات في المزيكا ولا في الحاجات العاديه؟ لا في الثانويه العامه. قول لي في الخمسينات ولا في الستينات ولا في السبعينات؟ التسعينات. في التسعينات؟ ايوه يعني السنه يعني ولا قصدك السنه ولا درجه يعني؟ درجه درجه؟ التسعينات طبعا. من 90 طبعا قوي وامان قوي. من 90 انا بصي انا كنت في المزيكا شاطر جدا. انا في المزيكا كنت بجيب درجات نهائيه، بس في الحياه العاديه يعني جبت 50.5. من ايه؟ من ايه؟ انا ما كنتش اعرف والله يا محمد. بس 50.5 من كام؟ من 100. بس نجحت. صايت؟ صايت. ايه؟ انت نجحت بنص الدرجة بس. بنص؟ ما هو المشكلة يعني لو ما كنتش جبت النص ده. هو المشكلة ان هم في 20 واحد نجحوا. رقم 7 كذا، رقم 8 أول مرة بتقول 18 قلت خلاص رايح في داهية. 19 كنت انا رقم 20. محمد دور 50.5. يا سلام. 50.5 من 100؟ من 100 يعني. طب ليه ازاي؟ انا فاكر في الـ انا قلت في المزيكا. في المزيكا كنت بجيب الدرجات نهائيه بس. لا. الحاجات الثانيه صعبه. ايه الحاجات الثانيه بقى؟ انا امي ده على فكره مفيش يعني هيفضل برضو بابي الجميل الحنين الناجح الشاطر المشهور مفيش حاجه خالص. بس هو عمره قال لها يعني. بس احنا بنقول وبنوريه. خلينا نعلن النتيجه. محمد نور اسفه ولادك غلبوك في كل حاجة. غلبوك في الرياضة وغلبوك في اللغة في كل حاجة. الحق كرت 10 ضغط ولا ترقص زي اسمها ايه؟ لا لا بلاش بقى خلاص كفاية سهام. انت اختار. بصي ولادك بيخيروك بيخيروك اهو. اتأخرنا قوي يعني. لا انتوا شوفوا حكم كويس يعني محترم. لا عشان يا ضغطي عشان كده كده انتوا هتروحوا معايا فاهم؟ يعني البرنامج ده مش هيفضل معاكم فاهم؟ ساعة ويخلص. انتوا شايفين ايه؟ ضغط. لا ضغط ده ما انا بعمله عادي سهل. عايزين حاجة حلوة. لا ما هو طب ما احنا ما لا لو على النص. لا مش عايزين نضيع الحكم. ضغط اكيد؟ نافذ الحكم يا محمد. لا عايز الحكم يا محمد خلاص ضغط. لا لا ضغط. بس انتوا تشجعوه. بصوا تشجعوا باباكوا بقى. طب ماشي ضغط. يعني مش تبقوا كسبانين و كام ضغط؟ اخر مكان كان المكان الوحيد 15 ضغط.
اللي لا يمكن كنت اتخيل ان انا ممكن اعمل فيه ضغط هنا. ولادك يعني يا استاذ على ضغط فكره ضغط ولادك هم اللي سبت الجيم وسبت ال ممكن انزل معاك عادي انا العب يا عم ريح انت بس 15 يلا يلا عد عد 15 لا 10 احنا قلنا 10 بقى ماشي 10 انت هتروح معايا بس استعدوا وتشجعوا شجعوا عليا ممكن تعدي هو بالانجلش لا ما انا لما ابدا بقى تعالي بس قربي كده جنب علو معلش خليها قدام امسك كده يلا عيني يا عيني يا محمد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 برافو برافو 19 20 21 كده 10 من عندك انا كمان 10 من عندك يا معلم برافو لا لا باباكوا شرفكوا انا بشكركوا بشكرك يا عليا انت بالذات بشكرك جدا فستانك حلو وجميل ربنا يخليكوا لبعض ربنا يخليكوا لبعض ربنا يخليكوا لبعض مبسوطين جدا جدا احنا كنا معاكي النهارده من اهم الناس الموجودين في مصر انت فعلا يعني البرنامج بتاعك جميل اشكرك وانا بحيي كل الناس اللي بتشوفنا وليه كده بس انا ماشي بس الزرار عالي بس ايوه كده وبحيي تحيه كبيره جدا جدا لهبه مراتي بعمل لها باي باي هبه مراته وعبد الله وعبد الله طبعا عبد الله الزغنون حاجه كبيره جدا احنا الحلقه الجايه ان شاء الله يبقى عبد الله معانا يكون كبر بقى نعمل له غنى يخلصها عليك يا محمد كفايه كده انا بشكركم وبتمنى لكم ايام حلوه وسنين حلوه وعشره حلوه كلها دفى وحب وجمال ولازم تغنوا لنا اغنيه اخيره قبل ما نخلص الليله دي اللي انتوا عايزينه وعايشين دايمين بقالنا سنين وسنين انا وانت حارفها وعايشين دايمين بقالنا سنين وسنين انا وانت ومش خايفين حنخاف من ايه ده احساس صعب يوم نلاقيه ايه وانا جنبك هفكر فيه حلوة الايام وانا معاك مجنون من ده اللي هينساك مطمن بالي يا حبيبي طول ما انا وياك حلوة الايام وانا معاك مجنون من ده اللي هينساك مطمن بالي يا حبيبي طول ما انا وياك في ما بيننا حاجات احلى الاتنين بالذات مفيش غيرها حيفهمها وحشوني ايام وعدنا على البحر زمان انا وانت حنفهمها حلوه الايام وانا معاك مجنون من مطمن بالي يا حبيبي طول ما انا وياك حلوة الايام وانا معاك مجنون من ده اللي هينساك مطمن بالي يا حبيبي طول ما انا وياك